انا لله وانا اليه راجعون. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين تلجراف مصر، ما زلنا معاكم بنتابع لحظه بلحظه يعني الحادث الجلاله المروع اللي اثار الحزن بالكامل في محافظات مصر، ويعني الطلبه من كل مكان في المحافظات زي ما حضراتكم شايفين. احنا النهارده معاكم دلوقتي لحظه بلحظه من محافظه دمياط اثناء تشييع جثمان الطالبه ميرنا اشرف الجنيدي، احد الطلبه يعني ضحايا الحادث الأليم، حادث الجلالة، واللي راح ضحيته أكثر من 13 طالب وطالبة من محافظات مصر بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي أمام مسجد النور في انتظار خروج جثمان الطالبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صبر أهلها يا رب العالمين. كل اللي بيشوفنا دلوقتي يدعي لها بالرحمة ويدعي لأهلها وذويها بالصبر والسلوان. حادث أليم مروع يعني اثار الحزن في محافظات مصر بالكامل، حزنا على طلاب العلم. يعني كانت احد طلبات الفرقه الثانيه بكليه الطب جامعه الجلاله، احد الطلبه يعني طلاب العلم الذي نحتسبها عند الله شهيدا، شهيد طلب العلم. يعني والدها لم يحضر الجنازه بسبب عمله وظروف عمله في احدى الدول خارج مصر، ولكن والدتها في انهيار تام واهلها وذويها في انهيار تام. لحظة حزينة، لحظة انتظار خروج جثمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. دمياط كلها خارجة الجنازة، دمياط كلها في صلاة الجنازة في مسجد النور. على طالبة ميرنا الجنيدي، أحد الطلبة الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الجلالة، واللي توفت في الحادث المروع اللي أثار الذعر والحزن في محافظات مصر بالكامل أثناء يعني تنقله الباص. استقلوا الباص أكثر من 40 طالب، استقلوا الباص للانتقال من مكان الجامعة إلى السكن الجامعي في بورتو السخنة. انقلب الاوتوبيس اكتر من 3 مرات، ويعني طلبه اعداد كبيره كانوا في الباص في حاله خطر، وتم نقلهم الى مستشفى السويس لتوقي العلاج. والسائق يعني زي ما سمعنا وتابعنا على مدار الساعات اللي فاتت انه كان في حاله صعبه جدا، وتم بتر احد قدميه. Bye.
تأمين صلاة الجنازة، وسيتم الآن خروج المسلمين الطالبة دعوته بها بالرحمة. Thank you.
دعواتكم ليها بالرحمة.